يبدو أن الموسم الحالي سيكون مختلفاً بالنسبة للدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب ويست هام يونايتد الإنجليزي. بن رحمة حقق بداية قوية هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما في انطلاقة منافسات البريمير ليج. ولد سعيد بن رحمة في الجزائر في 10 أغسطس من عام 1995، وهاجر إلى فرنسا في عام 2006 ليلتحق بأكاديمية نادي تولوز الذي تركه في صيف عام 2013 بغرض الانتقال إلى نيس. وبقي بن رحمة الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم مع نيس حتى بداية عام 2016 الذي عرض انتقاله إلى أنجيه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليعود مجددا إلى نيس الذي قرر إعارته مرتين لفريقي أجاكسيو وشاتورو. وانضم بعدها محارب الصحراء في العام 2018 إلى برينتفورد وتأقلم بسرعة مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول، وتطور مستواه بشكل كبير في موسمه الثاني مع نادي برينتفورد، حيث سجل له 17 هدفا في الدوري ليفرض نفسه كواحد من أبرز لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2019-2020. وعلى ضوء تألقه وتوهجه انضم بن رحمة إلى ويست هام قادما من برينتفورد على سبيل الإعارة. وقبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أكمل ويست هام إجراءات تعاقده بشكل دائم مع المهاجم الجزائري ليواصل تألقه في البريمير ليج.